إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، اليوم هو 20 من شهر شعبان، وبقي 9 أيام أو 10 على دخول شهر رمضان الكريم المبارك. وينبغي على المسلم أن يستعد لدخول شهر رمضان الكريم بالتفقه في أحكام الصيام واستذكارها ومراجعتها، حتى يكون على بينة من أمره إذا دخل شهر الصيام، ويصوم صياما صحيحا خاليا بإذن الله سبحانه وتعالى مما يخل به وبصحته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس في أحكام الدنيا إذا أقدم أحدهم على معاملة أو بيع أو شراء أو وظيفة أو غير ذلك، يسأل عما يتعلق بها ويحرص على التعرف على ما يحتاج إلى العلم به قبل الدخول في هذه المعاملة. فدين الله سبحانه وتعالى أولى وأهم أن يتفقه فيه المسلم قبل الدخول في عبادة الصيام، التي هي ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه الخمس العظام التي بني عليها دين الإسلام. أيها المسلمون، مما يتعلق بصوم رمضان تعريف الصيام وأركان الصيام ومبطلات الصيام وشروط الصيام. فهذه الأمور الأربعة من أهم ما يحتاج المسلم إلى معرفته، أن يعرف معنى الصيام وتعريف الصيام. وقد عرفه الفقهاء بأنه الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهذا هو الصيام. ومن خلال هذا التعريف نعرف ركني الصيام. الصيام له ركنان، والركن والشرط كلاهما لا يصح العمل إلا به، ولكن بالنسبة يعني يتوقف عليه العمل، ولكن الركن يكون جزءا من العمل، والشرط يكون شيئا خارجا عنه قبل الدخول فيه. فمثل ما نقول في الصلاة مثلا، الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة،
لأن الصلاة لا تصح إلا بالركوع والسجود، لكنهما جزآن داخل الصلاة. أما الطهارة من الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة، هذه شروط لأنها أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، لكنها أيضا شروط صحة لا بد منها لصحة الصلاة. فكذلك الصيام له ركنان، هما الإمساك عن المفطرات والنية. الإمساك عن المفطرات والنية، والمفطرات نتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، وهي مبطلات الصيام. المفطرات هي مبطلات الصيام التي تبطل الصيام وتنقضه، كما أن للوضوء ما ينقضه فكذلك للصيام ما يبطله. فالإمساك عن المفطرات كالأكل والشرب وغيره من المفطرات بنية. فالركن الثاني هو النية، لأن الإنسان قد يمسك عن المفطرات ولا يكون ناويا الصيام، كشخص مريض أو نائم، أو يعني لو أن شخصا نام من أول اليوم إلى آخره ولم ينوي، لم يكن ناويا قبله بليلة، ولا أو أن شخصا أمسك مضربا عن الطعام، أو أنه امتنع من الأكل للمرض ولم يكن ناويا الصيام، فلا يكون صائما بذلك. فمن أركان الصيام النية، والنية هي عزم القلب على أنك صائم غدا، وتقع النية في أي جزء من أجزاء الليلة السابقة على يوم الصيام، في أي جزء من أجزاء الليلة السابقة على يوم الصيام، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لو استحضرت في قلبك أنك عازم على الصيام غدا فقد حصلت النية، لا يحتاج المسلم إلى التلفظ بشيء، مجرد أن يكون بقلبه عازما على أنه صائم غدا. وبعض الفقهاء يقول كل يوم من أيام الصيام يحتاج إلى نية مستقلة، والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول تكفي نية واحدة للشهر كله في أول ليلة من الشهر، ينوي أنه صائم شهر رمضان، لا يحتاج إلى تجديدها كل يوم. فإذا الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو الصيام، والإمساك والنية هما ركن الصيام. المفطرات هي مبطلات الصوم، والمفطرات هي الأكل والشرب. الأكل والشرب، حيث قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ومعناه الإمساك عن الأكل والشرب إذا طلع الفجر. فالأكل والشرب من المفطرات، وهو مفطر منصوص على حكمه في الكتاب والسنة. ومن الفقهاء من قاس على الطعام والشراب تناول الحقن المغذية، الإبر المغذية كمحلول الجلوكوز ونحوه، وكذلك نقل الدم، نقل الدم الكثير. فكثير من الفقهاء يرى أن هذه الأمور تقاس على الأكل والشرب، لأنه يتغذى بها البدن ويتقوى ويستغني بها عن الطعام والشراب، فلذلك تأخذ حكم الطعام والشراب فيكون الصائم مفطرا بها. ثم من المفطرات كذلك الجماع معاشرة النساء، فهذا من المفطرات أيضا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الولد الصالح عن طريق معاشرة النساء، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقاس العلماء على ذلك مسألة يعني الاستمناء، تعمد إخراج المني، أنه أيضا من المفطرات لأنه في حكم مجامعة النساء. لكن
إذا قبل الرجل زوجته أو لمسها أو نحو ذلك، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في بعض الأحاديث، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن تقبيل امرأته وهو صائم فمنعه، وسأله آخر فأباح له، فقال الصحابة رضي الله عنهم: فرأينا الذي منعه كان شابا، ورأينا الذي أذن له كان شيخا. فالقصد أنه إذا كان يخشى أن يتطور به الأمر إلى حصول يعني المفطر فيمتنع من ذلك، وأما إذا كان لا يظن أنه يتطور به إلى هذا فيكون مسموحا به. ثم من المفطرات كذلك تعمد إدخال الماء أو شراب أو غيره أو قطرات في الأنف، تقطير دواء أو شراب أو كذا في الأنف بحيث يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، إذا كان يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف، فإذا تعمد فعل ذلك حتى يصل الماء إلى جوفه فإن هذا من المفطرات. كذلك من المفطرات يعني تعمد ذلك عن طريق الاستنشاق من المفطرات، لكن التقطير في العين أو التقطير في الأذن فإنه لا يفطر. التقطير في العين أو التقطير في الأذن أو مداواة جروح أو نحو ذلك فهذا ليس من المفطرات. وكذلك الإبر اللي هي غير المغذية، إذا إنسان تداوى بإبرة بحيث هذا الدواء ليس مما يتغذى به البدن ويتقوى به، ليس كنقل المحاليل والدماء وإنما مجرد تداوي في الوريد ونحوه وكذا، فهذا أيضا لا يفطر. والكحل ونحوه لا يفطر أيضا، ففقط من المنافذ يعني التي يفطر إذا دخل شيء إلى الجوف عن طريقها الفم والأنف، لكن أي منفذ آخر في البدن لا يعتبر في دخول شيء إلى الجوف من خلاله لا يكون مفطرا على أرجح الأقوال عند الفقهاء. كذلك من المفطرات تعمد الاستقاء، إن الإنسان يتعمد أن يستقي، أما إذا غلبه القيء من غير تعمد فلا يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. من زرعه القيء يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. فتعمد الاستقاء يعتبر أيضا من المفطرات. كذلك من المفطرات عند بعض الفقهاء وفي بعض المذاهب دون بعض مسألة الحجامة، وهي شرط أو فصد مواضع في البدن لاستخراج دم كثير منها، وقاس عليها الفقهاء المعاصرون التبرع بالدم أيضا لأنه خروج دم كثير من البدن، لكن استخراج عينات قليلة للتحاليل ونحوها فهذه لا تفطر الصائم. وذلك أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن الحجامة، فأخذ بها بعض الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورأى فريق آخر من الفقهاء أنه منسوخ. فالاحتياط للمسلم أن يتجنب يعني التبرع بالدم الكثير في أثناء الصيام. فهذه أيها المسلمون هي المفطرات التي ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك ليس من المفطرات، مثل إذا الإنسان مضمض ولكنه لم يبتلع الماء، أو استعمال المعجون وفرشاة الأسنان طالما لم يدخل ذلك إلى جوفه ولم يتعمد ذلك، وكذلك الاغتسال ونحو هذا من الأمور، فهذه ليست من المفطرات.
كذلك أيها المسلمون، هذه المفطرات إنما تكون مفطرة لمن كان عالما بأنها من المفطرات وفعلها قاصدا عامدا. أما من فعل شيئا من هذه المفطرات بسبب الجهل، أنه لا يعرف حكمها ولا يعرف أنها من المفطرات، كأن يكون حديث الإسلام أو لم يعرف حكم هذه الأشياء، فلا يكون مفطرا بذلك ويكون معذورا وصومه صحيحا. وكذلك من فعلها ناسيا، خاصة في أول أيام الصيام قد يسهو الصائم ويأكل أو يشرب ساهيا أو ناسيا، فهو أيضا معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك المخطئ، وهو من أخطأ في معرفة الوقت عن غير قصد، أخطأ في النظر إلى الساعة أو أخطأ في النظر إلى التقويم، فظن أن الفجر لم يدخل فأكل أو شرب ثم انتبه بعد ذلك إلى أن وقت الفجر قد دخل، أو أخطأ في معرفة وقت الغروب، ظن أن الشمس غربت فأكل أو شرب ثم تبين أنها لم تغرب. فقد حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصابهم غيم، وجاء هذا في الصحيحين، أصابهم غيم فشديد قبيل الغروب، فظن الناس أن الشمس قد غربت، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، ثم إذا بالغيم ينجلي وإذا الشمس لا تزال طالعة لم تغرب بعد. والصحيح في روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء هذا اليوم، فمن أخطأ فهو معذور إن شاء الله تعالى. كذلك من أكره، وفي مثل الإكراه يعني إذا دخل شيء إلى جوفه عن غير قصد أو عن غير تعمد، لم يتعمد ذلك، كان يتمضمض أو يستنشق فدخل شيء إلى جوفه عن غير قصد أو عن غير تعمد، أو كذلك من يعالج أسنانه ويحرص على ألا يبتلع شيئا ثم دخل شيء من الدواء أو الماء الذي ينظف به الأسنان أو كذا عن غير قصد أو عن غير تعمد، فلا يكون مفطرا إن شاء الله ويكون صومه صحيحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كذلك صوم رمضان له شروط، وهي ستة شروط. بعض هذه الشروط يقال لها شروط وجوب، يعني إذا اختل الشرط لم يكن الصوم واجبا. وبعض هذه الشروط يقال لها شروط صحة، يعني إذا لم يوجد هذا الشرط فإن الصوم يكون باطلا وغير صحيح. فشروط وجوب الصيام هي ستة شروط. شروط وجوب الصيام يعني إذا لم يوجد شرط منها فالصوم يكون غير واجب على صاحبه. فأول شرط من هذه الشروط هو الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الصيام. ومعنى هذا أنه من أسلم في أثناء شهر رمضان أو أسلم في عام من الأعوام وعمره مثلا كان 50 سنة أو 60 سنة أو غير ذلك، فمرت عليه سنوات لم يصمها بسبب كفره، ليس عليه أن يعيد صيام ما فاته ولا أن يقضي صيام ما فاته، لأن الصوم لم يكن واجبا عليه. حتى لو أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من أيام الشهر. حتى اليوم الذي أسلم فيه يؤمر، لو أسلم شخص مثلا وقت الظهر أو وقت العصر فنأمره أن يمسك عن المفطرات إلى الغروب ولا يقضي هذا اليوم ولا يقضي ما فاته من الأيام. الشرط الثاني هو البلوغ، فالطفل الصغير غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكن يستحب تعويده على الصيام إذا أطاقه، إذا صار في سن يقدر فيها على الصيام فيستحب تعويده على الصيام ولو بشيء من التدريج، يصوم نصف النهار إلى نصف النهار أو يصوم بعض الأيام دون بعض أو كذا،
ويشجع على الصيام حتى يعتاده، فطالما لم يصل إلى سن البلوغ فإنه لا يجب عليه الصيام، ولكن يصح منه الصيام. يعني الصيام إذا وقع منه كان صحيحا. الإسلام شرط وجوب وصحة في نفس الوقت، بمعنى أن الكافر لا يصح منه الصيام ولا يجب عليه. وأما البلوغ فهو شرط وجوب فقط وليس شرط صحة، بمعنى لو صام الطفل فصومه صحيح ويساب عليه، ويساب عليه والداه أيضا ويكون لهما أجر في ذلك، لكن لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ. والبلوغ في الشرع ليس كما هو البلوغ في القوانين المعمول بها في الغرب هنا في سن 18 سنة أو كذا، لكن في الشرع فسن البلوغ مرتبط بالعلامات الحسية للبلوغ، كنبات الشعر عند الفرج، وكذلك الشعر الخشن عند الفرج، وكذلك أيضا الاحتلام والحيض في حق البنات وكذا. فهذه العلامات الحسية إذا وجد شيء منها، إذا وجد شيء من هذه العلامات، أو أكمل الطفل 15 عاما هجريا وهي ما يساوي 14 عاما ونصف تقريبا بالتوقيت بالتاريخ الميلادي، فإذا بلغ هذه السن حتى لو لم تظهر عليه علامات البلوغ الحسية يعتبر بالغا شرعا ومكلفا بالصيام ويجب عليه الصيام. وكذلك الطفل إذا بلغ في أثناء يوم من أيام رمضان وكان مفطرا في أول اليوم فيؤمر بالإمساك بقية اليوم، وليس عليه أن يقضي هذا اليوم ولا ما قبله. كذلك العقل من شروط وجوب الصيام، فالمجنون ومن في حكمه كما لو كان شخص مصابا بمرض الزهايمر أو نحوه فقدان الذاكرة، فإذا كان الإنسان فاقد العقل لا يجب عليه الصيام ولا يجب الإطعام عنه وليس مكلفا بالصيام. وإذا شفي أو أفاق، يعني كان هذا المرض عارضا وأفاق وشفي في أثناء رمضان، لا يقضي ما فاته من الأيام ويمسك فقط بقية اليوم. ثم شرط القدرة على الصيام، فهذا من شروط وجوب الصيام أن يكون قادرا على الصيام، وهذا الشرط احترازا من غير القادر. وغير القادر هو المريض، والمريض نوعان: مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. فالمرض الذي يرجى شفاؤه، فأي مرض يسبب فيه الصيام زيادة ألم أو تأخير شفاء ويلحقه به ضرر وحرج ومشقة زائدة عن المعتاد في الصيام، فيكون عذرا قد أباح الله سبحانه وتعالى لمن كانت حاله كذلك أن يفطر. وإذا كان هذا المرض مما يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي أياما مكانه فيما بعد. وبالنسبة للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه من الأمراض التي جرت العادة أنه يستمر بصاحبه إلى نهاية العمر، فإنه يفطر أيضا ويطعم عن كل يوم مسكينا، إما أن يعطيه حبوبا مما يكال ويدخر، حبوبا وثمارا كالتمر والقمح والأرز ونحوه، يعني حوالي 3 باوند أو كيلو ونصف جرام عن كل يوم، أو يعطيه وجبة كاملة أرزا ولحما أو خبزا ولحما أو كذا عن كل يوم حسب طعام البلد، أو يعطيه قيمة ذلك أيضا، يجوز أن يقدر قيمة 3 باوند من الأرز أو التمر أو العدس أو الدقيق ونحوه، أو قيمة وجبة ويعطيها لمسكين. ويمكن أن يعطيه لمسكين واحد يطعم جميع الأيام لو الشخص مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، ومثل المريض مرضا لا يرجى شفاؤه أيضا كبير السن الذي لا يزال محتفظا بعقله، يعني لم يذهب عقله ولكنه كبر سنه بحيث ضعف عن الصيام وصار لا يقوى عليه بسبب كبر السن ووهن الجسد، فيعتبر في حكم المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فأيضا يطعم عن كل يوم مسكين. فيمكن تقدير قيمة ذلك بحوالي 5 دولارات عن اليوم الواحد، 5 دولارات عن اليوم الواحد بحسب يعني الأسعار هنا. فمثلا إذا شخص لا كبير السن يضعف عن الصيام
هو لا يزال بعقله، أو شخص مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فيقدر يعني $5 في 30 يوما يعني حوالي $150 فيعطيها ممكن لمسكين واحد أو لأسرة فقيرة يعطيها هذا المبلغ، ويكون هذا فدية الصيام. ومن مات وعليه صوم فإما أن يصوم عنه أولياؤه يقسمون الأيام التي عليه ويصومون عنه، أو يطعمون عنه أو يتصدقون بهذا المبلغ على فقراء فيكون هذا فدية الصيام. كذلك الحامل والمرضع إذا كانت تخشى على نفسها أو على ولدها من الصيام فمعها رخصة أيضا أن تفطر. و يعني أكثر الفقهاء يقولون عليها أن تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرتها، ولكن أيضا يوجد من الفقهاء والصحابة من قال يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليها قضاء إن شاء الله تعالى. من شروط وجوب الصيام شرط الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصيام، وجمهور الفقهاء يحددون مسافة السفر بما يساوي 48 ميلا يعني خارج حدود المدينة التي يقيم فيها، 48 ميلا في اتجاه واحد إذا سافر إلى مكان يبعد عن مدينته 48 ميلا أو أكثر فمعه رخصة ويباح له أن يفطر، ولكن يباح له أيضا أن يصوم. يعني المريض والمسافر يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر، ولكن إذا أفطر يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها، لقوله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك من شروط وجوب الصيام ونختم به إن شاء الله، وهو السلامة من الحيض والنفاس، وهذا شرط خاص بالمرأة ألا تكون حائضا أو نفساء، والنفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنها لا يجب عليها الصيام ولا يصح منها الصيام أيضا، فهو شرط وجوب وصحة في نفس الوقت، فلا يجب عليها الصيام ولا يصح منها الصيام. وإذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر انقطع عنها الدم، وكذلك من كان مثلا جنبا وبحيث دخل الفجر وهو لم يغتسل، أو امرأة انقطع عنها الدم وهي لم تغتسل، فالصوم صحيح. يعني الاغتسال ليس شرطا لصحة الصيام يمكن، وإنما هو شرط لصحة الصلاة. فإذا انقطع الدم قبل الفجر فالصوم صحيح وتبدأ الصيام وتغتسل بعد ذلك من أجل صلاة الفجر، لكن الصوم يكون صحيح. وإذا أتاها دم الحيض قبل المغرب ولو بلحظات قليلة فقد بطل صوم هذا اليوم، لكن إن شاء الله أجرها عند الله تعالى لا يضيع، لكن هذا الصوم يكون قد بطل وعليها أن تقضي هذا اليوم. فهذه أهم أحكام الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم أمين. وإن شاء الله الليلة بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب الساعة 9 عندنا يعني حلقة للفتاوى، ونجعلها مخصصة إن شاء الله لأحكام الصيام بإذن الله تعالى. من كان عنده سؤال وكذا يمكن إن شاء الله الحضور ونجيب عن الأسئلة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم.